السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا من 58 ولاية، مرحبا بكم في قناتكم وفي صفحتكم ومن محلكم أثاث الثقة، دائما بالفخامة والأناقة. اليوم جيناكم بلو سالون السلطان، كي نقولوا السلطان نقولوا الجودة والإتقان، نقولوا كذلك لا بيل فينيسيون. دوك نبداو نشرحوا في لو سالون تاعنا بلي ديتاي. قبل ما نبداو نقول لكم ابوني في لاشين يوتيوب تاعنا وفعلوا زر الجرس هكا باش يلحقكم كل الجديد ويلحقكم كامل التحف الفنية اللي راهي تجيبهم لكم أثاث الثقة. نبداو على بركة الله، والحاجة الأولى اللي راح نبداو بها هي أنه لو صالون تاعكم راهو بدو فيزاج، يعني لو صالون تاعكم راهو ديمونطابل أو ميم طون دوبل فيزاج، تقدروا تشوفوه بالكمخة كيما تقدروا تشوفوه كذلك كامل يونيك كي تقلبوا الكمخة تاعو، يعني حاجة باش ما تملوش من لو صالون تاعكم ميم الشكل تاعو يوني جا بزاف بزاف حلو. بالنسبة لا فينيسيون راح نصيبو غالون انتوري كامل بلو صالون تاعنا، ميم التيسيو تاعو راهو فخم رويال، ميم الكمخة، الكمخة دائما نذكركم بلي أثاث ثقة دائما نجيب لكم الكمخة الأصلية. نبداو على بركة الله ونشرحوكم لو صالون بيس بار بيس. بالنسبة للتروا بلاص تاعو كيما راكم تشوفو يجي فيها 1.80 متر كومبوا كامل، واش راكم تشوفوا سي دو اتر 3 بلاصه هي رونفورسي 4 بي فلافون، حاجه بزاف سوليد. لا فينيسيون الله يبارك راهي تبري كيما راكم تشوفوا في الصوره، أثاث ثقة تبازي لكم على معيارين اساسيين لا سوليديتي بلس لا بيل فينيسيون. لو صالون راح يجو فيه 3 موديل تاع لي جوتي، راح نصيبو في الكاري، راح نصيبو في الرون، وكذلك راح نصيبو دي جوتي ريكتونغل بالنسبه للاون بلاص تاعو. الدريال تاعو الديزاين تاعو هايل بالبزاف، يعني ميم الناس اللي ما عندهاش صوري غطيلها على لو صالون نقول لكم بلي ماشي كامل مشكل. الدو بلاص الاختلاف فقط راح يكون في لي ديمونسيون، الدو بلاص تاعو فيها 1.30 متر، يعني حاجه صغيره متحوفه تقدر تجي في كامل البيوت الجزائريه، حاجه بزاف بزاف هايله. الاون بلاص كذلك نفس لا سوليديتي، نفس لا فينيسيون، نفس المميزات كما قلنا لكم، تقدروا ديروه بالكمخه كما تقدروا ديروه اوني، لي دو فيزاج بزاف بزاف هايلين، لا فينيسيون في لاريير، في لافون، في لي كوتي، كما دائما نعودكم محل الاثاث الثقه. لو صالون السلطان كالعاده ما يجيش وحده، تجي معاه لا طابلو باس تاعو. ميم فينيسيون كذلك اونيتر بدي بيي لي ميم لي راح نصيبوهم في لو صالون تاعنا، قاعده زجاجيه في اللون الاسود لي تريزيستي السخانه، يعني يجونا كالكو كومونتير اسكو تريزيست سخانه، نقول لكم ما تخافوش كاب. لو صالون راه فيه عده الوان، راح نصيبو لا كولور باج، وكذلك تقدروا ديروا لا كوموند على اي كولور حبيتوها من محلكم اثاث الثقه، ميم لا كولور باج تاعو خرجت تحفه فنيه. لو صالون راهو ان بو في لو ستيل ايجيبسيان، يعني حاجه بزاف مانيفيك. هذا هو لو صالون السلطان، ان شاء الله يكون نال اعجاب جابكم. لسان السلطان محافظ على الهيبة تاعو وعلى الفخامة تاعو. بالنسبة للسعر تاعو هذه المرة جانا بسعر 27 مليون 800، 27 مليون و800 مع النقل ل 58 ولاية. نقول لكم بلي النقل راهو مجاني وين ما كنتو في أنحاء الوطن. مرحبا بكم في محلكم أثاث الثقة، للحجز أو الاستفسار ما عليكم غير تتواصلوا معنا عبر الأرقام اللي راهي ظاهرة أسفل الشاشة. أنا مقال غير نقول لكم ربي فارقنا بلا ذنوب، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، إن شاء الله نكون أخفف عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.